أنا من الناس اللي دايماً بتتكلم على إنه ثروة مصر الكبرى والحقيقية دائماً هي العقول. الإنتاج أو على رأي الجماعة اللبنانيين المنتوج الفكري هو أهم إنتاج ممكن يطلعه البشر، وده أهم إنتاج إنساني دايماً. كويس؟ طيب. والإنتاج العقلي الفكري المصري ده أقوى حاجة عندنا. تطلع بقى هذا الإنتاج الفكري والإنساني هو فنون وثقافة بأنواعها وأشكالها، يطلع إنتاج فكري علمي، المصريين الله أكبر وما شاء الله والحمد لله فعلا، يعني أهم مجموعة عقلية موجودة على سطح هذا الكوكب. وده مش كلامنا، يعني كبريات المؤسسات اللي بتعمل حصر وإحصاء لهذه الأمور بيتكلموا طول الوقت عن الباحثين المصريين اللي موجودين خارج الحدود المصرية في كبريات المعاهد البحثية والجامعات والكليات على مستوى العالم، والكل بيتكلم عنهم الحقيقة كلام كبير ومهم وعظيم، والكل يصف هذا الإنتاج العقلي المصري، عدد الباحثين المصريين احنا بنمتلك أكبر عدد. طيب تجد ان احنا في على سبيل المثال باحثة مصرية عقل عظيم أقدر أوصفه بأنه عقل جبار، حلو، تكتشف مشغلات معدنية، خلاص، بتعمل ايه؟ بتساعد على تجديد بعض الأنسجة داخل الجسم. العالمة الباحثة الدكتورة نورهان حسن، الباحثة بجامعة، بالألماني مش هعرف انطق بس نقدر نقول اسمها ماينستر بجامعة ألمانيا، وصححي لي يا دكتور نورهان اسم الجامعة، اهلا بيك اولا ومشرفانا دايما. أستاذ يوسف يعني أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا اللي اتشرفت الحقيقة يعني. لا ده أنا متشرف، قولي لي بس اسم الجامعة بالألماني عشان أنا متأكد أن أنا نطقته غلط. هو حضرتك نطقته مظبوط، هو مونستر آه، بس أنا حاليا في جامعة كولون. أنت دلوقتي في جامعة كولون، عظيم جدا، والبحث بتاعك عن طريق جامعة كولون. مظبوط. حلو جدا، أولا مشرفانا ورفع راس مصر، وأشكرك على هذا الجهد، وأستأذنك اشرحي لي البحث بتاعك عبارة عن إيه، وإيه طبيعة هذه المشغلات المعدنية، وبتجدد أي أنواع من الأنسجة. تمام، أنا بشكر حضرتك جزيلا على المقدمة أولا خالص، وثانيا يعني الحمد لله. هو خليني أجيبها من الأول كده وأقول لحضرتك فكرة البحث أصلا جت نتيجة إيه. التدخلات الجراحية اللي بتتعمل لحالة من الحالات مثلا المهمة اللي هي الالتئام المبكر بتاع عظام الجمجمة لحديث الولادة، اللي هو طبعا يعني المفروض ان المخ يبقى عنده مساحة ان هو يبدأ يتمدد ويكبر لحد ما البني ادم بيوصل مثلا لعشرين سنة. أيوه. الحالات دي مثلا بيبقى عندهم الجمجمة مقفولة بالكامل، التدخلات الجراحية بتبقى مستنزفة جدا للطفل، لان هو يعني بيتم تدخل جراحيا والطفل عنده 9 شهور وبيتكسر جزء كبير من الجمجمة، وبعدين الطفل بيلبس زي خوذة كده فوق دماغه عشان تفضل محافظة على التمدد في العظم، عشان يبدأ المخ يتمدد والعظم يبدأ يزيد في حجمه ومساحته. فطبعا التدخل الجراحي بيبقى صعب جدا، زائد مثلا حالات زي استئصال الثدي بعد ما بيتم استئصال الثدي مثلا في حالات السرطان، بنبدأ نحط زي بالونة كده ونبدأ نحقنها بمحلول ملحي عشان خاطر تبدأ تعمل تمدد للجلد، ودي أحيانا بتؤدي لتليفات ومشاكل تحت الجلد مش كويسة. فالفريق بقى بتاع البحث بالكامل اللي هم مكون من أطباء وباحثين ومهندسين ومبرمجين، بدأنا نشتغل على الفكرة ان احنا نعمل اجهاز او زي ما حضرتك قلت كده مشغلات معدنية معمولة من المغنيسيوم والزنك اللي هم اوريدي معادن اصلا الجسم بيمتصها وبيحتاجها، زي ما حضرتك عارف مثلا المغنيسيوم مهم جدا في الطاقة وفي النشاط الحركي والعضلي والكلام ده، والزنك مهم جدا للجهاز المناعي، فهم اوريدي حاجات الجسم محتاجها وبيحتاجها. ان احنا نعمل الجهاز ده يبقى معمول من المعدنين دول، والجهاز يتم زراعته تحت الجلد باقل تدخل جراحي ممكن، سواء في تمدد الجلد او في علاج الالتئام المبكر،
ويبدأ الجهاز لوحده يتمدد تدريجيا، سواء ما هو هو بيتمدد مع الجلد أو مع العظم، ومع الوقت الجهاز هيبدأ يتحلل تدريجيا من غير ما يأثر على الجسم بشكل سلبي. فالجهاز هيمنع وجود التدخلات الجراحية المسفرة اللي كانت بتحصل قبل كده، اللي تبعياتها ممكن تبقى مش كويسة، زائد كمان هو هيبقى بيعالج أو بيساعد على التحسن في علاج الكلام ده من غير آثار سلبية كتير. شيء عظيم عظيم، وانا فعلا مش بقول كلام يعني اللي هو ايه مجاملات، انا فاهم كويس اللي حضرتك بتقوليه. الحمد لله انه يمكن كنت انا علمي في الثانويه العامه فقادر افهم نوعيا اللي حضرتك بتقوليه. يجي سؤال تاني يا دكتور، بقالك قد ايه بتشتغلي على البحث ده؟ احنا بقالنا سنه ونص من التحضير بصراحه. يعني هو تحضير الفكره كان مش سهل، وان احنا نجمع المجموعه كلها كان برضو ستيل مش سهل، لان احنا 7 مجموعات شغالين مع بعض على مستوى اوروبا، متقسمين على 5 دول. فهو المشروع كبير جدا، وجهود بقى زي ما قلت حضرتك كده، مهندسين وبيولوجيين واطباء ومبرمجين داخلين في الموضوع. وهو الاول من نوعه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي يعني الجهاز يتم تصنيعه، واحنا دلوقتي بنجرب تاثير المعدنين دول على الخلايا وعلى الحيوانات الاول، قبل ما نبدا كمان نوصل لمرحله الجهاز ونبدا نشوف الجهاز ده بقى على حيوانات التجارب هيبقى عامل ازاي، وبالتالي الجهاز يبدا يطلع بقى للنور وحضرتك عارف بقى الكلينيكال ترايل وهكذا. فهو مشروع جدا لسه قدامنا بتاع 3 سنين فيه. واتمنى ان احنا في وقت ما لما ننجح في اللي انا بقوله لحضرتك ده نسجل بقى براءة اختراع ان شاء الله بإذن الله. ال 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 الجامعة اللي حضرتك فيها مصريين تانيين ولا لأ؟ فيها أنا لحد دلوقتي اتعرفت على 3 مصريين بس، يعني مفيش أكتر زي ما حضرتك قلت كده في المقدمة، مفيش أكتر ما شاء الله من العلماء المصريين والباحثين المصريين وطلبة الدكتوراه والماجستير اللي حقيقي بيثبتوا نفسهم، ويعني بيشرفوا بلدهم يعني في ألمانيا أو في أوروبا عامة. فأنا ما شفتش حد فعلا غير ما شاء الله وكان ناجح وكان عامل حاجة في شغله. يعني احنا فعلا الحمد لله، يعني الجهد اللي بيبذل في التعليم عندنا في بلدنا واهالينا طبعا والدعم اللي بيدعموه لينا حقيقي بيفرق. يعني اصل انا دايما من الناس اللي مصره، بس مصره عن علم بصراحه، انه ابحاث المصريين المعاصرين، انا مش هتكلم على من 7-8 آلاف سنة، انا بتكلم على حضراتكم، فعلا بتنير طريق الانسانية. لان انا شفت اكتر من بحث وقريت اكتر من بحث لباحثين مصريين، سواء اذا كانوا في المانيا، في سويسرا، في السويد، في الولايات المتحدة الامريكية، في بريطانيا، ابحاث مهمة جدا، ويمكن حتى يمكن جزء منها على الصعيد الطبي مذهلة مذهلة، وفي بعضها خرج للنور وأصبح يعني قيد الاستخدام البشري. طب دكتور نورهان، حضرتك اتخرجتي من ايه؟ انا خريجة كلية علوم قسم باي تكنولوجي جامعة القاهرة، وعملت ماجستير الحمد لله في الكلية عندي، وبعدين سافرت دكتوراه جامعة مانشستر بقى في ألمانيا، وبعد الدكتوراه بقى بدأت أبحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كولون زي ما حضرتك قلت. طب ده شيء عظيم جدا، يعني خريجة علوم جامعة القاهرة وبعد كده الماجستير من جامعة القاهرة برضو، صح؟ مظبوط. وبعدين الدكتوراه من مانشستر. بالظبط. وبعدين الأبحاث الأخيرة في كولون. بالظبط كده. كولون هم اللي كلموا دكتور نورهان، ولا دكتور نورهان هي اللي بدأت في مراسلة كولون؟ أنا بصراحة راسلتهم، بس كنت برسلهم على مشروع مختلف تماما. ويشاء القدر يعني سبحان الله إن هو يعني المشروع التاني ده ما كانش الوقت يعني سامح بالنسبة لي وبالنسبة لهم إن أنا أبدأ معاهم في نفس الوقت. فبعدها ظهر المشروع ده، وهم بصراحة اللي بعتولي وقالوا لي إحنا قدامنا دلوقتي فكرة، إيه رأيك ونبدأ فيها وهكذا بقى. يعني رسلتيهم على مشروع، لكن كولون قرروا ان هم يعملوا لك ابروتش على مشروع تاني هم شايفين ان محتاجينك فيه. مظبوط مظبوط. وانا عايزه اقول لحضرتك على سيره الشغل اللي بنعمله بره، انا اتكلمت مع يعني طبيب يعني زميل العائله كده جراح تجميل على الفكره اللي احنا بنعملها في المشروع،
وهو اصلا اوريدي بما انه شغال في التخصص فهو انبهر جدا بالفكره وقال لي الفكره دي حقيقي لو انتوا قدرتوا تنفذوها والجهاز ده طلع على ارض الواقع وبقى بيستخدم طبيا يعني هتحموا اطفال كتير جدا اتعرضوا للعمليات دي والعمليه ممكن تؤدي كمان للانفكشن ممكن تؤدي ان الطفل ما يبقاش عايش حياته بشكل طبيعي لان هو في الاخر كل حاجه بنعملها باحتياطات عشان خاطر الخوذه دي ما تتحركش والجرح ما يفتحش وهكذا. فهو لما خدت منه الكلام ان فعلا الحاجه اللي هتتعمل دي هتفيد البشريه وهتفيد بلدي في الاخر انا تحمست اكتر بصراحه. انت مش متخيله انا سعيد وفرحان وفخور بيكي قد ايه، يعني كانك بنتي والله العظيم. يا رب اشوف بنتي زيك بجد. ربنا يبارك في حضرتك واحسن باذن الله. يا رب يحفظك، ربنا يخليك يا دكتور نورهان، كل الشكر ليكي. دكتوره نورهان حسن، باحثه مصريه بالمانيا في جامعه كولون.